النادي المصري البورسعيدي حقق الفوز على جمهورية شبيه بنتيجة 1-0، وده في اللقاء اللي جمع الفريقين على استاد برج العرب بمنافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر. أحرز ميدو جابر لاعب المصري هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 34، وبكده بيتأهل النادي المصري لدور الـ 16 وبينتظر الفائز من مباراة البنك الأهلي وبتروجيت. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قرر تصعيد بعض الشباب للتدريب مع الفريق لتعويض الغيابات في صفوف الفريق بعد انضمام اللاعبين للمنتخب الوطني والأولمبي. وبينوي جوميز استغلال الفرصة في تجربة بعض اللاعبين الشباب ومعرفة مستواهم في التدريبات، وده لبحث إمكانية الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة. ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس خسرت من الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا في الدور الثاني بنتيجة 2-0 لتودع بطولة رولان جاروس للتنس. اللجنة المنظمة لمنافسات المصارعة في أولمبياد باريس 2024 اختارت حكمين من مصر وهم شريف حلاوة ومروة اسماعيل للتحكيم في منافسات لعبة المصارعة بالأولمبياد واللي هتقام في الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل. منتخب غينيا بيساو أعلن تعيين البرتغالي لويس مورتي مدرب نادي فولهام الإنجليزي كمدير فني جديد للمنتخب الأول، وده قبل مواجهة منتخبنا الوطني يوم 10 يونيو المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر أعلن عن قائمة المنتخب الجزائري استعداداً لمباراتي غينيا وأوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. شهدت قائمة منتخب الجزائر غياب رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بليلي وفارس شايبي، بينما ضمت القائمة أحمد قدوسي لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا. نادي انتر ميامي اللي بيضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خسر أمام فريق أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم في إطار مباريات الأسبوع 16 من الدوري الأمريكي للموسم الحالي 2024. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر.